ننتقل الآن مشاهدينا إلى أبرز ما جاء في الصحف اليوم. ننتقل إلى جريدة النهار حيث كتبت رندا تقي الدين سين سين جديدة في لبنان هذا هو خطرها. إذن قالت بعض الأوساط الإعلامية السعودية إن الملف اللبناني كان في أولوية أجندة لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس السوري بشار الأسد خلال قمة جدة، وأنه في مرحلة قادمة سيكون هناك تحرك سعودي سوري لحلحلة الأزمة اللبنانية، أي أن لبنان أصبح موعودا بسين سين جديدة. طلبت المملكة من سوريا إيقاف صناعة الكبتاجون وتصديره، والكثير منه يهرب عن طريق لبنان إلى الدول العربية. ثم طلبت إيران من السعودية التطبيع مع الأسد واستقباله في القمة، وقد تطلب إيران من السعودية لاحقا كمقايدة تنفيذ أمور لحل حرب اليمن، مثلا أن تترك لبنان تحت وصاية حزب الله والأسد، يعني ذلك وصاية إيران، بما أن الدولة الفارسية هي العنصر المهيمن في الثلاثي إيران سوريا وحزب الله. ولولي العهد السعودي اهتمامات أكبر وأهم من الخلافات اللبنانية وانتخاب رئيس فيه وتشكيل حكومة. ليست صدفة أن مناورة حزب الله وعرض سلاحه الثقيل وقواته العسكرية جاء بعد القمة. هي رسالة إلى رئيس القمة العربية ولي العهد السعودي أن الحزب هو الأقوى على الأرض وأن القرار السياسي في يده كما قرار الحرب والسلم. الحزب عبر هذه المناورة العسكرية أراد أيضا أن يقول إن قائد الجيش جوزيف عون ليس مرشحه للرئاسة وأنه لن يكون رئيسا إلا بإرادته كما حصل مع الرئيس السابق. ثم إن سين سين لا معنى لها ما دام الحزب وإيران يحميان نظام الأسد. وننتقل إلى منشات الأنباء أونلاين. أوضح عضو إذن اللقاء الديمقراطي أن بلال عبد الله في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية أن رئيس الحزب كان يدعو باستمرار لمؤتمر عام للحزب لكنه تأجل عدة مرات لأسباب لوجستية وبسبب كورونا أيضا، وإذ لفت إلى أن سياق الإجراءات التنظيمية الانتخابية سيأخذ مجراه وفق دستور الحزب ونظامه الداخلي. في غضون ذلك لا تزال ملفات الرئاسة على حالها. عضو كتلة التجدد النائب أديب عبد المسيح أشار إلى استمرار البرودة في الملف الرئاسي وقال إنه لم يلمس أي تقدم في المحادثات القائمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مستبعدا في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية حصول أي تقدم في الملف، واعتبر أن الكرة ما زالت في ملعب المعارضة التي لم تسجل أي تقدم لأنه حتى الساعة ليس هناك أي قرار في محادثات التيار مع القوات، ولأن الطرفين حذران من بعضهما ولديهما شكوك كثيرة. عبد المسيح قال إن اتفاق التيار والقوات والمستقلين قد يشكل ورقة ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لذا لابد من توحيد المعارضة، وكل إجماع مسيحي هو عامل ضغط على ثنائي الشيعي المتمسك حتى اللحظة بترشيح فرنجية. ننتقل الآن إلى غران ليبان لبنان الكبير. ماذا كتبت آية المصري؟ حروب باسيل الغائية بامتياز وميقاتي لا يغطي سلامي. الحرب التي يشنها باسيل اليوم ليست سوى حرب إلغاء. في هذا السياق استغربت أوساط مطلعة عبر لبنان الكبير هذا الحرب التي أطلقها التيار على سلامي، خصوصا وأن ولايته منتهية وعمليا وإداريا لا يتبقى له سوى 40 يوما في الحكم، معتبرة أن الملاحقات القضائية لا تقدم ولا تؤخر شيئا في المعادلة. لكن السؤال الأهم، هل بات لباسيل أي بديل عن سلامي عندما يغادر المنصب؟ وتساءلت هذه الأوساط، في حال تمت إقالة سلامي اليوم ماذا سيحدث بالتعميم التي يصدرها وما البديل عنها وما البديل عن صيرفة ومن سيمضي على الحوالات النقدية، خصوصا وأن هناك في نظام النقد والتسليف بنوكا مراسلة للخارج، إذا لم يوقع سلامي شخصيا على مراسلاتها لا تبصر النور، بالإضافة إلى خزنات الذهب التي لا يمكن فتحها أو إغلاقها إلا بواسطة بصمات الحاكم، فمن سيشغل كل هذه الضرورات؟ مشيرة إلى أن باسيل يحاول القول إن سياسة سلامي والحكومة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، لكن الحقيقة أن سياستهم هي وراء كل هذه الانهيارات التي نعيشها. وأكدت المصادر أن إقالة سلامي اليوم ليست منوطة بالحكومة أو برئيسها وبحاجة إلى إجراء قانوني، والرئيس ميقاتي لا يحمي ولا يغطي أي شخصية والقرار يعود إلى التوافق. نختم
نختم الصحف مع المدن، حيث كتبت باتول يزبك لليوم: لبنان ينوي تسليم 12 لاجئا ومنشقا للنظام السوري. تفاعل منذ مساء الأربعاء 24 أيار خبر توقيف مخابرات الجيش لثمانية لاجئين سوريين من المعارضين للأسد والمنشقين عن قواته، وعزم الأمن العام على ترحيلهم في غضون الأيام المقبلة، بالرغم من مناشدات ذويهم المستمرة وتأكيدهم على خطورة هذا الترحيل على حياتهم في الداخل السوري وصعوبة وضعهم السياسي هناك، فضلا عن توافر مذكرات اعتقال بحقهم لدى النظام. هذا فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إجبار الأمن العام هؤلاء على توقيع عريضة لتسليمهم إلى نظام الأسد، فيما اتجه ذويهم للتواصل مع منظمات وجمعيات حقوقية للحقول دون الترحيل. واللاجئون المعتقلون وفي طور الترحيل حسب المعلومات المتوافرة ينحدر غالبيتهم من منطقة القلمون الحدودية، بينهم ضابط منشق عن قوات النظام برتبة رائد، وبعضهم مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون طبعا اللاجئين.